الو الو ايوه ازيك ازيك عامله ايه؟ تمام الحمد لله. اتعرف بيكي؟ ممكن ما اقولش اسمي؟ ممكن جدا ما تقوليش اسمك. طيب كام سنه؟ 32. 32؟ تمام. طيب مرتبطه؟ مخطوبه. مخطوبه، مخطوبه عن حب ولا خطوبه تقليديه؟ لا هي كانت خطوبه عن حب يعني. وبعدين؟ انت بتقولي كانت. كانت في البداية يعني كانت قصة حب كبيرة جدا يعني ما عرفش كل حاجة اتلخبطت وكل حاجة باظت مرة واحدة. ليه اللي بوظ كل حاجة وايه اللي لخبط كل حاجة؟ والله ما عارفة، هو انا بقالي 5 سنين معاه. يعني بقالنا 5 سنين مخطوبين. ومشاكل كتير واجهتنا في البداية، كانت في البداية ظروف مع اهله ومشاكل مع اهله جامدة جدا وبدون اسباب، يعني مفيش اسباب. كانوا موافقين ومرة واحدة بقوا يطلعوا أي مشاكل، يخترعوا أي حاجة بحجة إن لسه عنده أختين بنتين لسه ما اتجوزوش، وهو ده اللي عامل الأزمة يعني، إن لو اتجوزوا الدنيا تهدى يعني. فأهله مولعين الدنيا. ده كان في البداية. فيما بعد بدأنا نحدد ميعاد فرحنا كذا مرة ونحجز وكل حاجة تترتب، وقبلها وقت بسيط قوي الدنيا تبوظ، ونضطر نأجل فترة في فترة في فترة لحد ما الوقت سرقنا طبعا المدة دي كلها يعني. بدأت في مشاكل مع والدي جامدة جدا، ان بدأ يزهق ويمل، ازاي انا متمسكة بعلاقة زي دي يعني. والدك ليه حق، متوفية وقدم ضمير لوحدي، وهو عمال يأجل 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 والدنيا ماشية معاه بيس يعني. مرة بقى يعني هو اوكي كان في ظروف مادية في البداية، بس بدأت يعني اقف جنبه في حاجات كتير، بدأت اساعده في حاجات كتير. منهم الشقة بدأنا نشترك فيها سوا وانا اكون الجزء الاكبر فيها. في التوضيب يعني ولا في تمنها؟ بدأت اسهل الامور في تمنها. في تمنها يعني باباك عارف انك اشتركتي معاه في الشقة؟ ده بموافقة بابا يعني. طب لو فكيتوا الخطوبة دي هيحصل ايه بقى؟ يعني هتقسموا الشقة ولا هتبيعوها ولا هتعملوا فيها ايه؟ ما هو ما اعرفش، هي الدنيا اتلعبت كده. وبعدين طبعا مدة طويلة 5 سنين مع بعض، وبعدين بنحدد مواعيد كتير جدا والدنيا بتفشل، ما اعرفش ايه الغلط. ودلوقتي بقى رجعنا دلوقتي عصبية فظيعة، خناق كل شوية. هو عينه زايغة حبتين كل شوية، دي ودي ودي، واكتشف الموضوع ويرجع يقول لي لا ما هو انا مش قاصد، اصل كان زهق، اصل كان حالة احباط عندي، يعني حاجات كتير. فالتمست له كل الاعذار وما بقتش فاهمه دلوقتي المفروض اعمل ايه. طبعا 5 سنين ضاعوا من عمري على الفاضي. مش فكره 5 سنين ضاعوا ولا حاجه، لا ما ضاعوش، هي الفكره ان خطوبه لما بتطول بتتوتر الامور. يعني وضع طبيعي جدا ان اي خطوبه تطول تبتدي الامور فيها تبقى ملعبكه ومتوتره ومليانه مشاكل وكده. فده اللي حصل عندكم. المفروض تقعدوا مع بعض وتقولوا تعالى بقى يا ابني، من غير ما نتخانق ومن غير ما نولع في بعض ومن غير ومن غير ومن غير، تعالى نفهم احنا ايه المشكله، احنا نقدر نعمل ايه عشان حياتنا ما تتدمرش. وقعدوا فكروا سوا هنعمل ايه لو هنقدر نكمل. انا غيوره جدا، غيوره جدا، وده اللي بيبوظ كل حاجه، وده اللي مخليه مش طايق اي حاجه. وانت فعلا غيوره جدا؟ مش قصه كده، بس شفت عليه كذا موقف يعني. هو بيحب كل شويه يعرف حد كل فتره. والغريب ان مامته مقويه على ده، يعني بتقول لك عادي ده الطبيعي. المشكله الراجل يعرف كذا واحده ويحب كذا واحده وكده، الدنيا عادي يعني. يعني حماكي لو حب على حماتك هتبقى مبسوطه؟ هي جوزها متوفي بقى فما اعرفش. طب انت عارفه القصه دي ولا مش يعني الكلام ده اتقالك في وشك ولا هو اللي نقله لك ان ماما اللي قالته؟ لا لا، هي اللي قالت لي في وشي. هي البنات بتحبه والبنات بتحب تبص له. انت ايه اللي مزعلك يا ستي؟ ابن البنات بتحبه. انت عارفه ده محتاج ايه؟ ايه ده محتاج يطنش. يطنش ازاي؟ بحيث الشخص الجميل اللي متوقع شايف نفسه الجن ابو عين ازاز اللي كل البنات بتحبه ده، لما تكون خطيبته مش معبراه وتقلنا عليه وما بتسالش، وانت فين ما بتساليش ليه؟ لا انا حبيبي بس كنت مشغوله شويه. لا اصلا ما بيفرقش معايا اصلا، عادي بيتهيأ لك عشان بيبقى عارف ان انت بس بتعملي الفيلم ده. انما الفيلم ده لو طبيعي ومعاه شويه كده ملح وفلفل مقلق يسبب قلق وتوتر، لما يبتدي يفكر خطيبتي دي بتفكر في ايه، هي بتكلم مين، هو في حاجه غلط ولا في اشمال ولا انا بيتهيأ. طبعا اصلا
ما بيغيرش عليا يعني، حتى تغيرة الراجل دي على واحدة يا حبيبتي ما هو عمره ما هيغير عليكي طول ما انت مدلوقة عليه. ما فيش راجل بيغير على واحدة ست وهي مدلوقة عليه، انما لما الست بتبقى متوازنة بتبقى غيرتها متوازنة وغيرته متوازنة، انما مع الأسف انت لا غيرتك متوازنة ولا غيرته متوازنة. دلوقتي انتوا الجوز في أزمة، انتوا دخلتوا مع بعض وتشبكتوا مع بعض واشتركتوا في تمن الشقة مع بعض وبتحبوا بعض وكل حاجة تمام، يبقى مفيش داعي نهد الرصة في كلمة وحدوتة. لا، الموضوع محتاج مننا شوية تأني وصبر، وعايز منك انت شوية حكمة في التعامل مع الأمور. حبوب قوي 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 وبتحب البنات وبتحب يا عم الجن، ما هزليش شعرة، وأنا مش فاضية وعندي حياتي الخاصة وخارجة مع أصحابي، أصل كنت بكلم واحدة صاحبتي أنت ما تعرفهاش، أصل النهاردة كنت عند بنت خالي. بتعملي إيه مع بنت خالك؟ كنت بشوف أصل كان في حاجة كده يعني. خليه يتعفرد بقى شوية. أنا طول ما أنت مدلوقة عليا وقاعد مطمن إنك في جيب بنطلوني اللي ورا مش هقلق، ده أنا قاعد عليكي فحصك ولا فارق معايا. إنما لما لقيكي قدامي كده بتتنططي وبتتحركي وفي قلق وتوتر حواليا، لا هفوقلك وهصحالك وهركز معاكي. فهمتي؟ This is the name of the game. دي أو ده هو الجيم اللي الناس بتلعبه مع بعض.